مرحبا بي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. واليوم راح نعمل كريم العسل. كريم العسل رائع جدا للبشرة، بيشد التجاعيد، بيزيل تجاعيد، بالذات تجاعيد العين والهالات السوداء والاكياس اللي تحت العين كل اخت عندها خطوط او اكياس او هالات سوداء او تجاعيد تحت العين او حول العين، زين راح هذا الكريم تستفاد من عنده 100%. كريم العسل لا غنى عنه للبشرة، رهيب جدا جدا للبشرة، بيشد البشرة شد مو طبيعي. بنفس الوقت بيبيض اي منطقة تحطين عليها هذا الكريم، فهو يبيض هذه المنطقة. راح نبدي بالوصفة، وهذا الكريم راح تخليه كل يوم قبل ما تنامين بالليل، يعني كل يوم قبل ما تنامين خليه على بشرتك وتنامي. ممكن تحطيه الصبح كمان حول العين، كمان كثير حلو يصفي البشرة. ممكن يتحط على البشرة بالكامل، يعني مو بس فقط على حول العين، لا يتخلى ممكن للبشرة بالكامل. الطريقة كلش سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تكون موجودة عند كل الخوات. طبعا راح نتوكل على الله ونبدي بالوصفة، ويا ريت حبايبي تدعمونا باللايك والشير ونشر القناة. إن شاء الله يا ربي مثل ما بتسهلوها علي بس الله يسهلها عليكم. حبايبي راح أخذ ملعقة صغيرة جدا، يعني بهاي الملعقة الصغيرة جدا حبايبي راح ناخذ النسكافيه. اللي هو سريع الذوبان، هذا حبايبي ضروري. بحالة ما موجود تاخذين ملعقة من القهوة، بعد ما يعني ما تغليها على النار تاخذين ملعقة من القهوة فقط، الماء القهوة فقط، ماء القهوة، يعني مو شو اسمه البثل، لا بس المي. راح ناخذ ملعقة أكل من الماء الفاتر، وإذا ما عندك حبايبي النسكافيه سريعة الذوبان تاخذين القهوة يعني اللي تشربيها اللي تغليها على النار تاخذين من عندها ملعقة أكل. وزي ما أنتم شايفين أنا صارت عندي تقريبا ملعقة أكل من القهوة، والقهوة هون أنتي إلك حرية الاختيار، تحطين قهوة سريعة الذوبان أو القهوة العادية، يعني أنت زي ما حابة. يا ريت تشوفون الفيديو اليوم اللي راح نطلعه، فيديو كتير حلو. الكل هسه قاعدة تستعمل التمر، والتمر موجود برمضان بهذا الشهر الفضيل، فحبيت أسوي لكم من عنده وصفة لبشرة مثل القمر. يعني أول ما راح تحطيها راح تقولين بشرتي أم يوسف سوتها مثل القمر، خاصة لو استعملناها بالسبوع مرة أو مرتين وممكن ثلاثة. هون حطينا زي ما أنتم شايفين حبايبي، حطينا القهوة. راح ناخذ الجل بذور الكتان، ملعقة واحدة، ملعقة واحدة من بذور الكتان، ممكن نستبدلها بذور الشيا ما في مشكلة. وراح نخلط هذني المواد كلهن مع بعض زي ما انتم شايفين، وانا احاول بعدين اخلطها. هسه حبايبي راح اضيف كمان ملعقة من العسل، والعسل ملعقة حبايبي راح نضيف وسط من العسل. هاي الملعقة اللي عندي صغيرة احنا راح نضيف وسط. طبعا سووا كمية مثل ما انا قاعدة اسوي، ممكن تعيديها. هاي الملعقة كلش صغيرة، فاحنا قلنا ملعقة وسط زي ما انتم شايفين. ضفنا كمان العسل، والعسل موجود بكل محل زي ما قلت لكم، مو صعب حبايبي. في ناس الله يكون بعونهم، والله ما بقدر احكي، يعني عارفه اكو ناس يعني ما بيقدرون. بحاله خواتي ما قدرتوا، ممكن تخلطي لك هيك حبه تمرايه بالمي وتهرسيها كثير كويس، وهرس هرس هرس بحيث تصير مثل العسل.
طيب، وحاولي استعمليها كمان، لا تحرمي حالك من اي شيء، بس التمر حبايبي اللي يكون لين كثير رطب كثير، زين لا تحرمون حالكم من اي شيء، التمر كمان بيسد بالحاجة. هون زي ما انتو شايفين انا خلطت كل المواد مع بعض، الله ان شاء الله يا ربي يفرجها على الجميع. طبعا ممكن هيك تستعملوها يعني كترطيب كمان كثير حلوة. هسه راح اضيف لها حبايبي اي زيت انت حابته، زيت اللوز الحلو او زيت الورد، زيت اللوز الحلو او زيت الورد، يعني هون لك حرية الاختيار، زيت اللوز الحلو او زيت الورد. انا راح احط زيت الورد ملعقة وسط من زيت الورد، وزيت الورد رائع جدا جدا حبايبي، وكمان زيت اللوز كثير حلو، ممكن تحطين الحلو او المر حسب ما انت بشرتك متعودة، كيف انت بشرتك متعودة ممكن تسويها طبعا. وهسه راح اضيف هذا الزيت اللي عندي، زيت ورق الغار رائع جدا، تطلعوا طلعوا كيفه، طلعوا شو يجنن حبايبي، بجنن بجنن، يعني على فكرة هذا الزيت رهيب جدا جدا، وموجود على القناتين، على القناتين موجود، ومسويته بعدة طرق، حتى رائحته فظيعة فظيعة، يعني عليه شكل رائحة سوتها معاي هي تعرف. وراح اخلط كله مع بعض زي ما انتم شايفين، ضروري جدا انه كل المواد تتماسك مع بعض. وهسه حبايبي راح نضيف الجل الالوفيرا، جل الالوفيرا رائع جدا جدا وكثير حلو للبشرة، ضفت ملعقة وسط وراح اخلط واشوف قديش راح احتاج بهذه الوصفة، ممكن احتاج اكثر او احتاج بس هذه الكمية. طبعا الخوات اللي عندهم فيتامين اي ممكن تضيفين كمان زيت فيتامين اي، كمان هيك كبسولة كمان كثير حلو، احاول اخلط اني اخليه كله يتجانس مع بعض، المواد بتكون متجانسة ما في اشي. وممكن اضيف كمان شوي من الجل الالوفيرا، يعني تقريبا ملعقة كبيرة راح تكون من الجل الالوفيرا، وهيك خلاص وراح اظل اخلط فيه حبايبي. ليه احنا بنخلطه كويس؟ عشان يتجانس، عشان المواد كلها من تتجانس مع بعض تعطينا مفعول حلو للبشرة تبعتنا. وهسه حبايبي انخلطت كل المواد وصار زي السيروم كريمي، طيب تطلعوا كريمي شوية خفيف، هو مو كثير ثقيل، طلعوا كل وحدة حسب الجل اللي عندها، طريقة كثير حلوة. طبعا هون اللي ما حابة تحط بذور الكتان، جل بذور الكتان او ما عندها، ما في مشكلة حبايبي من عنده، ممكن نضيف فيتامين اي. طريقة استعماله تاخذين هيك بضع قطرات من عنده، طبعا انا بالنسبة لي ما راح احطه بس تحت العين، راح اخليه على البشرة بالكامل وعلى بشرة نظيفة، وممكن حتى على الرقبة ما في اي مشكلة، سيبي على او منطقة حول العين اللي من الليل للصبح، والصبح غسليه راح تشوفين بشرتك يوم على يوم مثل البدر منور، المنطقة حول العين تختفي جميع التجاعيد والهالات السوداء والتصبغات والأكياس، وتبيض هذه المنطقة بنفس الوقت. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتنا، أتمنى أنه ينال رضا الجميع، وأتمنى من عندكم أنكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ومع السلامة.